اهلا وانا اخذت الاتصال. مساء ايه الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور، سعيده جدا بوجودي معكم في هالاتصال الهاتفي. واحنا نقول لك الحمد لله على السلامه بالعوده الى التلفزيون. الله يسلمكم، وانا سعيده جدا بهالبرنامج اللي راح يشهد عودتي مجددا. اوجه تحيه كبيره لقناه العداله، القناة المتميزة الرائعة اللي ما شاء الله الحين قاعد نشوف إبداعاتها بشكل كبير ورائع. أوجه تحية للأستاذ والأخ العزيز أحمد الفضلي مدير القناة. أوجه تحية للمخرج ناصر اللي قاعد معاكم ضيف، ناصر البلوشي، ولكم أنتم أكيد ولكل العاملين في قناة العدالة. أستاذة حليمة، مسي عليك بالخير وحياك الله معنا في هذا الاتصال. شنو راح يكون جديدك في هذا البرنامج؟ هل راح يكون في هناك نقلة نوعية أم راح تكون هذه حليمة؟ أكيد، أولاً أنا متعطشة جداً للعودة لبرامج المسابقات بعد انقطاع كبير. آخر برنامجين كانوا بالنسبة لي اللي هو سر حليمة اللي صورته في مصر وقتها كنت حامل في بنتي كاميليا، كان على قنوات مصرية وقنوات خليجية، كان حواري توك شو، واللي بعده كان اللي هو ديو حليمة أيضا كان حواري توك شو. الحين عودة مجددة لي 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 لأصلي هو بداياتي في الإعلام اللي هو الشيء المحبب للجيم شو اللي هو المسابقات. أنا بالنسبة لي أعشق المسابقات أكثر من البرامج الحوارية للأمانة. ربما اللي يعرف شخصيتي وستايلي يعرف أني أميل للفوازير، لبرامج المسابقات، البرامج الجماهيرية أكثر من الحوارية وأكثر من التوك شو. طيب السادة حليمة، اليوم في مفاجآت راح تكون بالبرنامج؟ إيه إن شاء الله. أولا مثل ما قال ناصر، أنا سمعت يقول أنه قعدنا فترة نفكر في اسم فعلا صحيح، وصلنا لحليمة زاد المستوحى من شهرزاد من قصة ألف ليلة وليلة. اعتمدنا الديكور إن شاء الله يكون حلو، جوائز قيمة جدا، عندنا سيارات، عندنا كاش موني، جوائز نقدية وعينية كبيرة، إهداء منا لجمهوري ولجمهورنا كلنا أكيد في شهر رمضان الكريم. إن شاء الله أرجع، يعني أحب أقول شغلة، راح أرجع يعني بستايل ربما يشوفون الناس مختلف، لكن إن شاء الله أكيد راح يحبونه يناسب ويلائم الشهر الفضيل، سواء بإذن الله في أزيائي بإذن الله. سواء الإعلامية حليمة بولن، شكرا جزيلا لك على أكيد يكون شيء إن شاء الله يليق بالمشاهد شكراً. الكويتي والخليجي والعربي بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك الإعلامية حليمة بولند على هذه المداخلة. أستاذ ناصر.